10 آلاف قتيل وجريح في نهم وسقوط نصف مارب وكل الجوف، الحصاد الكامل لهزائم الشرعية. قذائف الهون الحوثية تحاصر مناطق تحيتا. ميليشيات الحوثي تغير معالم صنعاء الأثرية. في حادثتين منفصلتين قيادات حوثية ترتكب جريمتي قتل لمدنيين في محافظة إدلب. ميليشيات الحوثي تبيع منازل نازحين من مدينة الحديدة. مقتل رجل أعمال في أمانة العاصمة.